من بيروت، مساء الخير وأهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول ملف حركة الشباب الصومالية والمصنفة إرهابية وامتداداتها داخل القرن الإفريقي وتأثيراتها وخطرها على الداخل الصومالي كما على الخارج. في القسم الأول نستعرض كيفية نشوء هذه الحركة وتغلغلها في جمهورية الصومال غير المستقرة أصلا وتمددها إلى كينيا وحتى أثيوبيا، وما هي الخطوات التي تقوم بها الدول الإفريقية لمساعدة الصومال على محاربة الإرهاب وعدم تمدده، إضافة إلى الموقف الغربي الذي يقتصر دوره على المراقبة وتوجيه بعض الضربات الأمريكية من حين لآخر لقيادات هذه الحركة. وفي القسم الثاني نطرح مخاطر تحول حركة الشباب إلى داعش إفريقيا وخطر تمددها إلى باب المندب وغياب الدور العربي عن المشهد الصومالي وقراءة في سعي بعض الدول للسيطرة على هذه الدولة لأهميتها الجغرافية والاقتصادية ودور قوات حفظ السلام في دعم الاستقرار الداخلي. أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ حسن أبو هنية الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، ومن لندن أرحب بالإعلامي والكاتب الصومالي محمود الشيخ دلمر. أهلا بكم، ونبدأ مع تقرير عن حركة الشباب المبايعة للقاعدة وخطرها على الصومال ومحيطها ونعود للحوار. لا يعرف تاريخ محدد لولادة حركة الشباب الصومالية، إلا أن اسمها كثر تداوله إعلاميا في أعقاب الغزو الإثيوبي للصومال أواخر عام 2006. يقدر عدد مقاتلي حركة الشباب ما بين 3000 إلى 7000 مقاتل، ويعتقد على نطاق واسع أن هذا التنظيم السلفي هو القوة الجهادية الأقوى التي تقاتل الحكومة المركزية في الصومال منذ القضاء على المحاكم الإسلامية. فوفقا لموقع جلوبال تيروريزم داتابيز، بلغ عدد الهجمات التي تبنتها حركة الشباب 400 عام 2015، في تراجع ملحوظ عما كانت عليه في 2014، العام الذي بلغت فيه الهجمات ذروتها بمعدل هجومين إلى 3 في كل يوم. أما فيما يخص التكتيكات القتالية فتعمد الحركة على الهجوم المسلح كاستراتيجية أولى، وقد بلغ عدد الهجمات عام 2015 160 هجوما. آخر مسرح لهذا التكتيك كان منطقة هيران وسط البلاد، عندما اقتحم مقاتلو حركة الشباب قاعدة عسكرية إثيوبية وزعموا قتلهم لما لا يقل عن 40 جنديا. الاستراتيجية الثانية للحركة تعتمد على التفجير، والذي كانت آخر فصوله قبل يومين في مدينة غالكايو وسط البلاد، عندما استهدفت سيارتان مفخختان مقر الحكومة المحلية. إضافة إلى ذلك تعتمد الحركة بدرجة أقل على الخطف والاغتيال والسرقة. خلال سنتي الاحتلال الإثيوبي للصومال سعت حركة الشباب لإطفاء الصبغة الوطنية المقاومة على نفسها، كما أنها نجحت في عملية التجنيد بتأطير الصراع مع إثيوبيا بإطار ديني يصور الأخيرة كغاز مسيحي لأراضي المسلمين. وعندما قررت كينيا التدخل عسكريا في الصومال واحتلت أجزاءها الجنوبية عام 2011، صعدت حركة الشباب من عملياتها الخارجية لتصل إلى الذروة في أبريل من عام 2014 ب20 هجمة، لكن الهجوم الأعنف بعد ذلك بعام، عندما قتلت حركة الشباب قرابة 150 شخصا في هجوم على جامعة غاريسا شمال شرق كينيا. عانت حركة الشباب من انقسامات كثيرة، لعل آخرها تنازع الولاء ما بين بيعة قديمة لتنظيم القاعدة المتمدد في الجارة اليمن، أو مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية المتمدد في إفريقيا. أستاذ حسن، يعني من الواضح أن المشهد الصومالي هو مشهد معقد جدا ومن الصعب فهمه، إن كان على مستوى الداخل، على مستوى الاستقرار الداخلي، هناك شبه دولي في الصومال، وهناك أطماع خارجية تتعلق بالدول الإفريقية ودول غربية، هناك موقع استراتيجي، هناك يعني علاقة غير مفهومة، هي عضو في جامعة الدول العربية ولكنها ليست عربية، يعني في لغط حول هذه المسألة. إنما الأخطر من كل ذلك هو موضوع حركة الشباب والإرهاب في الصومال. لماذا لم تستطع الصومال الحد من التمدد الإرهابي لحركة الشباب؟ بالتأكيد بأنه ربما يعني أكبر وصف يمكن أو أصدق وصف يمكن القول بأن الصومال
هي دولة فاشلة، هي ربما تنطبق كل مواصفات الدولة الفاشلة على الصومال. هي دولة تتمتع بمعدلات أمية عالية جدا، الدول ربما الأفقر في العالم، ربما مستويات الاختلافات، ديناميكية الاختلافات عميقة على مستوى المحلي، ديناميكيات الاختلاف المحلي الإقليمي الدولي. نعلم بأنه الصومال دخلت في حالة من عدم الاستقرار منذ التسعينيات حتى الآن، مع بعد سياد بري ثم بعد ذلك أمراء الحرب، ربما شهدت حالة من الاستقرار مع ظهور اتحاد المحاكم الإسلامية 2006، لكن تدخلات الخارجية سواء الأمريكية التي دعمت التدخل الإثيوبي، وبالتالي البلد تعاني من حالة من الانهيار، كانت على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، تعاني من انقسامات جهوية، انقسامات قبلية، انقسامات سياسية، انقسامات ثم تدخلات الخارجية، تدخل الإثيوبي، تدخل هل هذا ما الذي ساعد وجعل حركة الشباب تتمدد وتكثر في الصومال، ولم يعد هناك من إمكانية للحد من انتشاره وعملياته التي يقوم بها إن كان بداخل الصومال أم حتى بخارجه وصولا إلى كينيا؟ هذا صحيح، لأن نعرف حتى تنظيم القاعدة عندما تشكل في نهاية الثمانينيات كانت أول شيء كان يفكر فيه هو البحث عن دولة فاشلة. نعلم أن الحركات الراديكالية الجهادية دائما هي تبحث عن حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وبالتالي كانت هناك أول خلية قامتها تنظيم القاعدة كانت في شرق إفريقيا في الصومال، وبالتالي من خلال هذه الخلايا تمكن التنظيم من إقامة قواعد، ثم بعد ذلك نفذ هجمات كينيا وتنزانيا في عام 1998، وبالتالي هذه المنطقة كانت تشهد حالة من غياب الاستقرار، غياب التنمية، غياب التحديث، غياب أي نوع من الاستقرار، وبالتالي هذه الجماعات تماما كانت تجد لها حليف من داخل هذه الجماعات، ولذلك شاهدنا ظهور قوي جدا، سريع جدا لحركة الشباب المجاهدين نتيجة كل هذه الظروف والتداخلات الإقليمية والدولية، وتمكن من تجنيد عدد وسيطروا، نعلم في 2008 كانوا يسيطروا على أكثر من 80% من الصومال، ونعلم بأن الحركة بعد أن بايعت تنظيم القاعدة بعد مقتل بن لادن في 2012 مع زعامة الظواهري بدأت تنقل عملياتها إقليميا، نفذت عمليات كما نعلم، عمليات في أوغندا في كامبالا، ثم نفذت عمليات في كينيا في ويست جيت، ثم بعد ذلك في جامعة جاريسا العام الماضي، وبالتالي التنظيم على الرغم من طرده من معظم المدن بعد تدخل قوات الاتحاد الإفريقي، لكن بالتأكيد أن يصعب القول بأنه يمكن أن القضاء على هذا التنظيم مع عدم وجود حالة من الاستقرار والتوافق السياسي. اسمح لي أن أنتقل إلى لندن، يعني أستاذ محمود الشيخ، ما هي العوامل التي ساعدت على استمرار حركة الشباب بعملها؟ وكان هناك خطاب نوع ما وطني، وهناك جمهور يعني يتبع هذا الخطاب عندما دخلت أثيوبيا أو دخلت كينيا، عندما يكون هناك تهديد من الخارج، فبالتالي اليوم مع تغير هذا المشهد ومع وجود أو العمليات التي تقوم بها باتجاه المدنيين والعمليات الإرهابية، لماذا هناك يعني بيئة حاضنة لهذه الحركة في الصومال؟ بالتأكيد كما ذكر الأستاذ حسن، يعني أن هناك سلسلة من العوامل التي عصفت بالقسم الجنوبي مما كان يسمى بالجمهورية الصومالية منذ الإطاحة بنظام الجنرال محمد شياد بري، وغياب سلطة مركزية وجيش يعني قومي وطني وشرطة ويعني أجهزة الأمن كما نعرفها لا وجود لها في العاصمة مغديشو والمناطق المتاخمة لها، وأيضا عامل التدخل الأجنبي وتواجد القوات غير الصومالية من إفريقيا، من بوروندي ومن أوغندا، ثم بعد ذلك من كينيا وإثيوبيا، تواجد هذه القوات أيضا هو مما أجج يعني مشاعر الكثير من الصوماليين، وأيضا الممارسات
أولا غياب يعني سلطة مركزية صومالية يتجاوب معها يعني الشارع الصومالي والشباب الصومالي، وأيضا تواجد هذه القوات مش تواجده بس ولكن كثير يعني من أعمال سوء المعاملة التي يتلقاها المواطن العادي من هذه القوات المتواجدة، ولا سيما القوات الكينية والأوغندية. وأيضا مما نشرت هيئات حقوق الإنسان مثل يعني منظمة العفو الدولي أمنستي إنترناشنال ومنظمة أفريكا ووتش، كشفت يعني النقابة عن ممارسات غير قانونية وغير إنسانية تمارسها يعني على الأقل يعني بعض هذه القوات الأجنبية المتواجدة. ولما الكل يتعرف يعني على الخلفية البدوية الرعوية للمجتمع الصومالي، لما يعني تنشر أخبار يعني عن اعتداءات جنسية على النساء والشابات، كل هذا ينصب لتأجيج المشاعر، وأيضا يعني غياب السلطة المركزية التي كان بوسعها لو كانت متواجدة أن تضلع بهذه المهمة. كل هذه العوامل أيضا أستاذ محمود، من الذي يمنع هذه السلطة المركزية من أن تقوي دورها وتفعل دور وبناء الدولة في الداخل؟ من يمنع ذلك؟ والله هذه يعني كما ذكر الأستاذ حسن يعني لها سلسلة من العوامل. أمراء الحرب الذين لم يكن يهمهم أن توجد هناك سلطة مركزية أصلا، لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم السلطة ويقتسمون يعني النفوذ الاقتصادي والسياسي فيما بينهم في جيوب يعني جهوية وقبلية كما ذكر. وأيضا تواجد القوات الأجنبية، لأنها يعني لكل وطن لكل بلد ساهم في إيجاد هذه القوات داخل الصومال له أجندته الخاصة. إثيوبيا لها أجندتها الخاصة، كينيا لها أجندتها الخاصة، وكل هذا يعني يضعف من إمكانية أن تكون هناك يعني سلطة حقيقية تنبع يعني من الوجدان الصومالي. وليس ببعيد يعني مثلا أن نشاهد أن هناك يعني مناطق أكثر استقرار من المنطقة الجنوبية المتمركزة حول العاصمة يعني والمناطق المتخبة لها. مثلا هناك يعني كيان سياسي غير معترف به في الشمال اسمه صومالي لان أرض الصومال، في هناك استقرار أمني يعني لو قورنا بما يعني يحدث في الجنوب يعني يثير يعني الإعجاب والعجب. أيضا العنصر يعني العامل الأساسي هو أن يعني ليس هناك يعني تواجد أجنبي هناك، يعني السلطة المركزية هناك هي النابعة من إرادة الشعب. لذلك بغض النظر عن أنها لا تتماتع باعتراف دولي، تمكنت من السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية على هذه المنطقة التي تسيطر عليها وتحكمها. فهذا إن دل على شيء يدل على أنه لو تمكن الصوماليون في الجنوب بأن يستغنوا عن التواجد الأجنبي ويشكلوا شيء ما يستند إلى قاعدة شعبية، لكان الحال لتغير الحال إلى ما هو أفضل عليه من الآن. نعم أستاذ محمود، سأعود إليك إنما أنتقل مباشرة إلى نيروبي. انضم إلينا الكاتب الصومالي عبد الله عبد القادر. يعني كما سمعت لا يمكن للسلطة المركزية الآن، هي ليست قوية، لا تستطيع مواجهة حركة الشباب ومواجهة الإرهاب في الداخل. أنا أود أن أسألك ما هو الدور الخارجي في هذا الموضوع؟ الدول الخارجية ما هي مصلحتها في بقاء الصومال ضعيفة وفي بقاء هذه السلطة المركزية ضعيفة؟ وبالتالي هل هناك من مشاريع تقسيمية أو فيدرالية تحضر للصومال؟
هناك مشكلة حقيقية في الصومال ولا يمكن أن نختزلها في كلمات محدودة جدا. الشعب الصومالي مع أنه طيب ويحب بعضه بعض وعنده ثقافة واحدة ما استطاع أن يوحد نفسه وأن يحفظ دولته وأن يقيم دولته وأن يحافظ عليها من الانهيار، ثم حين انهارت كل شيء انفرط كالعقد المنفرط. فالدول التي جاءت صحيح استفادت من الضعف الصومال، ثم إن المخاطر لم تكن الآن خاصة بالصومال، معنا كثير من دول الجوار والمجتمع الدولي اعتقد أن الخطر الصومالي إذا لم يضبط وإذا لم يخمد في مكانه فإنه سيأثر دول الجوار، وهذا حدث صحيح. الدول لها أهداف، الدول لها مصالح، الدول لها قضايا، الدول لها مصالح اقتصادية وسياسية. أنا أعتقد المسؤولية والقضية الكبرى ترجع إلى الصوماليين مثقفين وشعبا ومناطق ومجموعات وجماعات. صحيح ربما هذا الكلام يقال كثيرا أن الدول الجوار تساهم على ألا تكون هناك دولة قوية صومالية تأخذ بزمام أمرها، هذه أظن ليست فقط من دول الجوار إنما من المجتمع الدولي نفسه متمثلا بالقوى الدولية والأمم المتحدة، لأن بناء الجيش الصومالي حتى الآن كأنه شبه معدوم والإنفاق عليه الناس بخيلة عليه، بينما قوات حفظ السلام الإفريقية تجد دعما وإن كان الآن دعمها أقل. وهناك كلام يدور أن هذه القوى الإقليمية التي قوة الاتحاد الإفريقي لا تستطيع أن تحمي الصومال وأن تحافظ على أمنه لأن هذا يستحيل أصلا. ربما الآن تساعد على ألا ينهار هذا الكيان الموجود وأن يتجاوز الصوماليون هذه المشكلة التي هم فيها الآن. وإلا مسألة المصالح موجودة ولا أحد ينكرها، لكن القضية ترجع إلى الصوماليين أولا وآخرا. طالما تقول أن القضية ترجع للصوماليين، ومن يساعد هؤلاء الصوماليون بأنه لبناء دولتهم وبالتالي حركة الشباب، ما هو خطر حركة الشباب الآن في تمددها؟ لماذا لا تستطيع هذه الحكومة أو هذه السلطة المركزية ولو كانت ضعيفة لمواجهة حركة الشباب في الداخل الصومالي؟ لم تستطع أصلا هذه الدولة المركزية التي جاءت الآن. ربما الدول التي الحكومات التي سبقتها كانت تسمى بحكومات انتقالية، الانتقال حصل من حكومة انتقالية إلى دولة رسمية مركزية فدرالية، لكن في واقع الأمر هذه الدولة المركزية لم يساعد بها المجتمع الدولي في بناء مؤسساته الدستورية، في بناء مؤسساتها الدستورية وفي بناء أمنها وجيشها وفي بناء اقتصادها، وكأن كل واحد يلوك بلسانه أن هذه الدولة تجد الدعم الدولي، هذا الدعم الشرعي فقط، وإلا الدعم الحقيقي وبناء الجيش وبناء الأمن وهذه القضايا التي هي حتى الدستور الصومالي القائم الآن الذي يعمل به هو مسودة وليس دستورا كاملا. مسألة الاقتصاد حتى بعض الإخوة من الدول العربية ومن غيرهم لا يأتي عنهم كثيرا. كل هذه القضايا لا تغني كوننا أو كون العالم يقول هذه الدولة المركزية لماذا تأخذ بزمام الأمر، فيه أصلا لم يمكن لها ولم يساعد في لتأخذ زمام الأمور، فكيف تأخذها؟ هي تتمتع بشرعية دولية فقط لا أقل ولا أكثر. نعم أستاذ حسن، يعني اليوم كيف ممكن أنه تبني الصومال سلطتها المركزية ويمكن تكون أنه نقطة قوة للمنطقة المحيطة ولأفريقيا حتى بالتحديد؟ كيف يمكن أن تستفيد من الجغرافيا؟ كيف يمكن أن تستفيد من الاقتصاد، من الأطماع الموجودة بدول أفريقية لكي تبني سلطة مركزية؟ وكيف يمكن مواجهة
إرهاب بالتحديد، يعني هناك مصلحة دولية لمواجهة الإرهاب، ليش ما بيتم مساعدة السلطة المركزية الصومالية إن كان بالتدريب أم بالتسليح أم ببناء الجيش اللي تحدث عنه لا يزال غير موجود في هذه المرحلة؟ لماذا؟ أعتقد بأنه لأن المقاربة في التعامل مع الصومال خاطئة، يعني هي تتعامل من منظور مقاربة حرب الإرهاب، وحرب الإرهاب نعلم أنها ترتكز على نموذجين أساسيين، نموذج الحرب ونموذج العدالة الجنائية، وبالتالي هي لا لا ما يهمها أن هناك ذريعة تحت مسمى، لأن نعلم أن حركة الشباب لم توضع لائحة الإرهاب إلا عام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 2008، وبالتالي يعني هذه المقاربة جميع يتداخل فقط للتعامل مع عرض وليس أصل المشكلة في داخل الصومال، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بطائرات دون طيار ببرنامج في الموضوع، يعني هي قتلت بعض القادة لحركة الشباب صحيح. بخلال هذه الغارات التي تقوم بها، إنما أكثر من ذلك ألا تساعد السلطة الأمنية والعسكرية، هنا أقصد للدولة الصومالية ببناء أجهزتها؟ وهذا المفهوم، هذا ما أقوله بأنه هي مقاربات حرب الإرهاب الخاطئة، يعني علينا أن ننظر إلى أسباب والجذور والظروف الموضوعية التي أدت إلى بروز ظاهرة حركة الشباب، وبالتالي أن نعالج هذا الجذر وليس العرض، يعني هذا المرض، هذا إذا عالجنا السبب الأساسي أن هناك دولة فاشلة، غياب دولة مركزية، عدم وجود مؤسسات سياسية وقانونية وعسكرية. حركة الشباب عندما جاءت مع اتحاد المحاكم الإسلامية 2006 وفر نوع من الحكامة بغض النظر عن طبيعته، لكنه كان جيدا، وفر نوع من مؤسسة سياسية، وفر أيضا جهاز عسكري نوعا ما أو جهاز حسبة، أيضا عدالة جنائية، شرطة، هذا كان نواة لعمل، لكن الحقيقة تم قطع هذا النموذج الداخلي الذي كان يبنى، وبالتالي جميع الدول العالمية والإقليمية بما فيها إثيوبيا لها أطماع، لا يهمها بناء، بل هي لمصلحتها عدم بناء دولة مركزية، يعني لمصلحتها بقاء الصومال ضعيفة اليوم. تماما ليس من مصلحة أحد في دول الإقليم ولا حتى دوليا بناء دولة صومالية مركزية قوية، لأن هذا يعني بأن الصومال الكبير بالخمس نجوم، بمعنى يعني على العلم أنها سوف تطالب في الأجزاء الصومالية في أوغادين في إثيوبيا، الأجزاء في كينيا، كذلك عملية أرض الصومال بونتلاند، كل هذه المشاكل سوف تظهر على السطح مرة أخرى. وجود دولة مركزية بالتأكيد هو يشكل تهديد ربما بالتعريف الإقليمي بالأمن القومي الإقليمي، وبالتالي التذرع بوجود ذريعة وهي الإرهاب، يعني حتى لو انقضت، أعتقد يعني لو تمكنت هذه القوات الاتحاد الأفريقي من وما بالدعم الدولي الأمريكي والأوروبي من القضاء، سوف تدخل الصومال في ديناميكية نزاع وصراع جديدة، لأن هذه الدول جميعا بما فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لم تساعد على إنشاء فعلا هياكل ومؤسسات. يعني في عدة صومال، يعني هي ليست صومال واحدة، في كيان جنوبي وشمالي، في أثيوبيا وكينيا، يعني جزء هنا وجزء هناك، وبالتالي وين هي السلطة المركزية؟ يعني استطاعت أنه تخرج حركة الشباب بال2011 من مقديشو، إنما من ثم ليش رجعت؟ وليست أيضا هي يعني ليست الدولة، يعني أنت لا يمكن أن تبقي على قوات اتحاد أفريقي إلى الأبد أو قوات دولية مثلا، يعني هذا أمر ربما يحتاج إلى مثلا مرحلة انتقالية، عليك أن تشتغل في بناء إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والقانونية وبناء. طب هذه القوات الدولية شو هي ما هو دورها؟ هذه دورها القوات الدولية هو الحقيقة كل دولة تساعد القوات أيضا؟ على الرغم من هذه المسمى قوات الأمص والاتحاد الأفريقي، لكن في النهاية كل دولة، يعني القوات الإثيوبية لها أجندة مختلفة عن الكينية التي تداخلت بعد 2012 وانتزعت يعني كيسمايو والمناطق من حركة الشباب، وبالتالي حتى في داخل دول الاتحاد الأفريقي كل دولة لديها برامج وأجندة مغايرة عن الأخرى، لكن بالتأكيد لا يوجد هناك جهد لا ينصب على عملية إعادة بناء العملية السياسي وإعادة بناء الدولة الصومالية، ولا يوجد هناك كما نعلم لا جهدها عربي ولا جهد دولي. على كل ما يتابع بهذه النقطة، ولكن بعد الفاصل نفتح ملف إمكانية دخول داعش على خط حركة الشباب والأوضاع للأطماع للدول الأفريقية المحيطة بهذه الدولة الغنية والفقيرة في آن، إضافة إلى غياب كامل للدور العربي بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ حسن أبو هنية الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، ومن نيروبي الكاتب والباحث الصومالي عبد الله عبد القادر، ومن لندن الإعلامي والكاتب الصومالي محمود الشيخ دلمر. أهلا بكم جميعا، وأنتقل مباشرة إلى نيروبي. يعني أستاذ عبد الله، هل يمكن أن تتحول حركة الشباب، خاصة هي حركة إسلامية دينية وتشبه إلى حد ما تنظيم الدولة الإسلامية بدعوتها إلى نشوء دولة إسلامية والشريعة الإسلامية تطبيقها، فبالتالي إلى أي مدى هناك عامل تشابه بينها وبين هذا التنظيم، وإلى أي مدى هناك عامل ابتعاد عن هذا التنظيم؟ من المحتمل أن حركة الشباب لا تزال قوية في شرق إفريقيا، خاصة في الصومال، ولها امتدادات في شرق إفريقيا الأخرى مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا وإلى حد ما إثيوبيا. فهي لم تستطع أن تنفذ أي عمل له أهمية في إثيوبيا، لكن نجحت في كينيا أن تقوم بأعمال من عام 2012 13 و14، ولكن يبدو من ذاك الوقت أن الأمن في المنطقة عموما استطاع من خلال تبادل المعلومات ومن ضبط الحدود وبمراقبة شديدة للحدود وللتنصت على الشبكات الاجتماعية، التواصل الاجتماعي، أن المخاطر أو أن التهديدات قلت بعض الشيء مقارنة بما كانت عليه قبل سنتين. ولكن حركة الشباب تحاول ألا تعطي فرصة لتنظيم الدولة ألا يأخذ أي مكان في قرن وشرق إفريقيا، لأنها تخاف بحكم تنظيم الدولة بخطابه الإعلامي الكوني وبالانضواء تحت لوائه الكثير من المسلمين أن يغلب عليهم، وهم لا يريدون هذا. فالولاء القوي خاصة على مستوى القادة لحركة القاعدة موجود، وإن كان هناك أصوات قليلة من حين لآخر تخرج من بين حركة الشباب على مستوى القادة وعلى شباب أنها تريد الانضمام أو أنها تحبذ أن تكون جزءا من تنظيم الدولة. لكن يبدو أن العوامل الموجودة في المنطقة، لأن صحيح حركة الشباب لها مخاطرها ولها تواجدها ولا تزال تنظم، لكن المنطقة يبدو، وخاصة الدولة الصومالية، وإن كان فيها تفجيرات من حين لآخر، واتجاه الشعب الصومالي إلى إيجاد كيان صومالي يحمي مصالحه ويأمن عليه حياته، فربما لا أعتقد في الوقت القريب تنظيم الدولة يكون له شأن كبير. في كينيا يقال من حين لآخر، وكما ورد التقرير الذي أصدرته لجنة تابعة لإيجاد بحثية، أن هناك أفراد من حين لآخر يحاولون أن يجندوا وأن يجهزوا وأن يسهلوا تحريك بعض الشباب بنين وبنات إلى العراق وإلى سوريا، إلى سوريا بالتحديد، لينضموا إلى تنظيم الدولة. وهؤلاء قلة وليس عددهم كبير. نعم، ويبدو أن الأمن في المنطقة عموما استطاع أن يتنصت عليهم وأن يواصل وأن يتابع تواصلهم الاجتماعي في الإعلام بصورة غريبة جدا، وأنه يتابع. وبعض المرات الأمن في المنطقة مثل إثيوبيا وكينيا استطاعوا أن يحبطوا أعمالا كثيرة عن طريق هذا التواصل الاجتماعي. أنتقل إلى لندن مع أستاذ محمود الشيخ. يعني إذا كان الأمن استطاع أن يجعل حركة الشباب تتراجع ولا يمكنها أن تنفذ بعض العمليات، لماذا لا يحصل ذلك في مناطق أخرى؟ ما الذي يمنع ذلك؟ وبالتالي من أين تحصل حركة الشباب على دعمها المالي؟ ألا يمكن القضاء على الأموال التي تأتي إليها؟ بالتأكيد هذا هو ما يثير الشكوك الكثيرة، يعني عن حركة الشباب أصلا، كيف يمكن أن تحقق هذا الامتداد السريع في غضون يعني سنين
معدودة جدا بعد الإطاحة بنظام المحاكم الإسلامية في عام 2007. وأعتقد أن هناك يعني اختراق من قبل حركة الشباب للمجتمع نفسه في المناطق الجنوبية وفي العاصمة مغديشو بالذات والمناطق المتاخبة لها، لأنها بغض النظر عن إزاحتها عن مناطق واسعة من الجنوب الصومالي، إلا أنها يعني تمكنت أن تنفذ يعني أعمال يعني شنيعة وفظيعة جدا في قلب العاصمة قرب يعني مركز الرئاسة ومركز البرلمان ومركز يعني الهيئات الأمنية، مراكز الهيئات الأمنية. فكل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك يعني اختراق غريب جدا من قبل حركة الشباب للمجتمع. ولست أجزم، لكن هذا الاختراق قد يمتد إلى أجهزة الدولة نفسها بما فيها يعني القوات الأمنية، لأنه لا يمكن يعني أن تزاح وتطرد من مناطق بعيدة عن العاصمة الصومالية عن مغديشو ثم تتمكن من تنفيذ عمليات نوعية داخل العاصمة نفسها. كل ذلك يدل على أن هذه الحركة وإن تم إخراجها وطردها من مناطق واسعة وتم قتل قادتها مثل قائدها الشاب أحمد جوداني الذي تمت تصفيته قبل أظن عام 2015 إلا أنها يعني تمكنت يعني من تنفيذ هذه العمليات. وليس ببعيد ما حدث بالأمس في مدينة كالكعية في وسط الصومال من تنفيذ عملية تفجير يعني فظيعة جدا راح ضحيتها يعني العشرات من القتلى والجرحى. كل ذلك يدل على أنها لا تزال ماسكة بزمام الأمور في يعني كثير من الأوقات. وأيضا التشرذم الذي طرأ عليها بعد قتل قائد أحمد جوداني أدى إلى انحياز فصيل، وإن كان ليس بقوي كما ذكر الأستاذ عبد الله من نيروبي، ليست بأعداد كبيرة، إلا أن يعني هناك فصائل وأفراد أعلنوا ولائهم لما يسمى بداعش أو تنظيم يعني الدولة الإسلامية. وكل ذلك يدل على شيء يدل على أن هذه الحركة لا تزال نشطة ولا تزال تمسك بزمام الأمور في كثير من المناطق ولا تزال لديها القدرة على تنفيذ عمليات نوعية داخل العاصمة مغديشو نفسها. ونجاح قوات الأمن الأجنبية في بلدانها في كينيا مثلا أو في أوغندا وفي إثيوبيا بالذات لا يدل على أن هذه الحركة يعني منهارة في الصومال أو في جنوب الصومال نفسه. طب ماذا عن التمويل؟ والله التمويل هو شيء الذي يثير يعني الشكوك الكثيرة وليس لدي ما أجم به، ولكن قد يكون يعني مما يتغاضونه يعني تحت التهديد أو يعني لأنهم يسيطرون على مناطق زراعية وكانوا يسيطرون على مرفأ كبير مثل كشمايو، فلا بد أن يكون لديهم رشيد من الأموال. وأيضا يعني الأساليب التكنولوجية البدائية التي يستعملونها لا تكلفهم الكثير يعني من الأموال، إنها بالتأكيد بدائية ولكنها فعالة ويعني مميتة جدا.
أنتقل إليك أستاذ حسن، يعني من الواضح أنه هناك خوف كان على وصول حركة الشباب إلى باب المندب، وهي نقطة أساسية واستراتيجية، فهل هناك كمان خطر على الأمن العربي إذا ما وصلت حركة الشباب إلى باب المندب؟ وأين هم العرب من كل ما يحصل بالصومال؟ بعرف أنه أنت موقفك مش كتير تعتبر الصومال عربية، يعني إنما هي عضو بجامعة الدول العربية، لا يوجد أي دور للعرب بكل ما يحصل، ولم يكن لهم أي دور حتى بالتسويات التي حصلت، الاتحاد الأفريقي هو الذي قاد هذه التسويات، إنما ألا يوجد هنا من باب خطورة وصول إلى الأمن العربي الاستراتيجي أن يتم التدخل؟ يفترض هذا، وبالذات أن الصومال تعتبر عضو في جامعة الدول العربية، ولكن واقع الأمر نعلم أن العالم العربي يعيش الآن في حالة من التفكك، ونعلم أن هناك إشكاليات كبيرة تكاد تكون جامعة الدول العربية مجرد لافتة لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هناك انقسام عربي عربي وهناك خلافات، ومعظم الدول العربية لديها من الأزمات الداخلية. إذا نظرت إلى خارطة العالم العربي سنجد أن هذه الدول تفككت، حتى العراق، سوريا، ليبيا، اليمن ودول أخرى في حالة من الضعف الكبير، وبالتالي أعتقد أن الجامعة الدول العربية لم تعد قادرة على حتى التواجد بشكل شاهدنا، ربما المؤتمر العربي الأخير لم يسمع به أحد، هو شاهدنا أن حصل لأول مرة بموريتانيا ولكن لم بموريتانيا ولكن هذا. إذن العالم العربي في حالة من التفكك والضعف بعد انقلاب على ثورات الربيع العربي، وبالتالي غير قادرة على أن تكون فاعل في أي أزمة يعني في داخل العالم العربي. وشاهدنا إذا نظرت إلى ديناميكية الصراع الليبي، وهو ربما يكون أكثر يعني حميمية للعالم العربي، أو السوري أو العراقي، نجد أن هناك غياب كامل، وبالتالي تدخل لقوى إقليمية سواء تركيا أو إيران. بس هل الصوماليون يعتبرون أنفسهم عرب؟ الصوماليين يعني أعتقد أن هناك جدل ونقاش يعني في داخل يعني ما يربط الصومال وكيف يعني أصبحت جزء من هذا العالم العربي على صعيد المؤسسة الرسمية جامعة الدول العربية، لكن على صعيد الجغرافيا هناك انفصال نوع من الجغرافيا، إذا يعني استثنينا هذا باب المندب وبالتالي قربها من الجزيرة العربية. بمرحلة من المراحل يعني رئيس البرلمان الصومالي محمد شيخ عثمان جواري قال غاب العرب فحضر الأتراك. هذا صحيح، وهذا اللي قلناه كما حدث في ديناميكية الصراع العربي، يعني إذا نظرت إلى المغرب في حضور تركي فاعل أو في ليبيا تمام، يعني تدخلت مثلا دول الجوار قوى إقليمية غير عربية، تركيا أو إيران، ثم بعد ذلك فضلا عن القوى الدولية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي أو روسيا، نشاهد هذه الأمر ينطبق في ذات الأمر على الصومال، الصومال لا يوجد تدخل، يعني تدخلت كانت هناك تدخل إقليمي من أثيوبيا، من كينيا، من دول إقليمية، وطبعا دول دولية سواء فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أيضا تدخلات من تركيا، وبالتالي هذا هو ناتج لغياب أي فاعلية لجامعة الدول العربية أو الدول العربية، وبالتالي انشغالها في ذاتها، لأنه معظم الدول العربية هي تتفكك للأسف الشديد وبالتالي غير قادرة. بس أنا كنت عم ركز على النقطة الأساسية اللي هي العلاقة بالأمن العربي يعني، وعلى موضوع باب المندب، وأيضا يعني علاقة حركة الشباب أيضا بالاتصال مع اليمن. هذا هو يعني إحنا نعلم أنه هذا المسألة أثيرت عندما بدأت الحركة تسيطر بشكل كبير وسيطرت على كسماي وعلى أهم الموانئ في بيدوى وغيرها 2007-2008، نعلم أن كانت مشكلة في ذلك الوقت أصبحت مشكلة دولية موضوعة القرصنة، وبالتالي كان مخاوف من السيطرة على مندب، لأنه في ذات الوقت الذي صعدت فيه حركة الشباب في 2006-2007 كان هناك صعود أيضا على الجهة الأخرى من قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في اليمن، وبالتالي كان هناك نعلم أن هناك تعاون، بمعنى قيادات الحركة كانت تنتقل عن الجانب اليمني إلى الجانب الصومالي، وهناك تبادل في المقاتلين، وكانت فعلا هناك يعني عمل كبير لمحاولة في ذلك الوقت إعادة نشاط القاعدة، وبالتالي يعني بدأت الصلات حتى مع حركة الشباب مع القاعدة في هذه الوقت في الرسائل التي كشفت عنها وثائق أبو تباد بين مختار أبو الزبير زعيم الحركة السابق الذي قتل في سبتمبر 2014 وبين زعيم القاعدة أسامة بن لادن، ولكن كان بن لادن يقول أنه لا تفصحوا عن اسم أو أي ارتباط للحركة بالقاعدة، هذا الأمر الذي فعل بعد مقتل بن لادن أيام الظواهر. إذن كانت هناك فعلا محاولة لضرب والسيطرة، مثلا محاولة تهديد الأمن الإقليمي والدولي أيضا،
في باب المندب، ولكن في ذلك الوقت حدث تدخل دولي وعملت طائرات دون طيار، وبالتالي تدخلت القوات الإفريقية وتم إزاحة حركة الشباب، ومن قبل حركة الشباب اتحاد المحاكم الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت ربما تراجع خطر يعني على المستوى الإقليمي والدولي، لأنه حركة الشباب يعني الاهتمام الدولي فقط هو من انطلاقا من وصول حركة الشباب إلى باب المندب، من ثم تراجع هذا الاهتمام بعد ما ابتعدوا عن أو ما عادوا يشكلوا خطر على باب المندب. من جهة، ومن جهة أخرى أنه نعلم أن العالم كل بنى بعد 11 سبتمبر على أساس الحرب على الإرهاب. نعم. هذه طبيعة العلاقات الدولية، وبالتالي أصبحت ما يهم العالم هو خطر أن تنفذ حركة راديكالية محلية تصبح أجندتها طبيعة إقليمية ودولية، وهذا هو أصلا أس الصراع الآن في داخل حركة الشباب مجاهدين. حركة الشباب مجاهدين شاهدنا أنها دخلت في صراع كبير الآن بين الانتماء لتنظيم داعش الدولة الإسلامية، بين البقاء على القاعدة، حتى أن تتحول أن تعود إلى حركة هل محلية. هناك خلافات داخلية داخل حركة الشباب اليوم؟ بالتأكيد هناك نعم لا ننسى. هل هناك أجهزة دولية فاتت على حركة الشباب طبعا. أيضا؟ طبعا هناك تبقى الأجهزة الاستخبارات الدولية تعمل بشكل واضح في الصومال، والصومال هي مسرح مفتوح لكافة أجهزة الاستخبارات الدولية التي تهمها هذه المنطقة، ولذلك شاهدنا مقتل العديد من القادة بدءا من آدم حاشعيرو في 2008 وصولا إلى مقتل مختار أبو الزبير، وبالتالي هذه كلها نتيجة عمل استخباري عن طائرات دون طيار، وبالتالي كان هناك عمل كبير. لكن الخلافات داخل الحركة بين الأجنحة بدت واضحة، وخصوصا ب 2011 شاهدنا أن هناك الجناح الذي كان يريد أن مزيد من العولمة، وبالتالي الارتباط في القاعدة تقريبا تم تصفيته، يعني قتل إبراهيم أفغان، أبو بكر الزيلعي، وكذلك أبو منصور الأمريكي، مجموعة من القيادات التي كانت لها ارتباطات تاريخية بتنظيم القاعدة تم تصفيتها على يد مختار أبو الزبير في ذلك الوقت، وبالتالي الآن الحركة مع أبو عبيد عمر ربما تتجه أكثر إلى النهج المحلي، وهذا هو النهج الموافق لتنظيم داعش الدولة الإسلامية، وهو السيطرة المكانية ثم بعد ذلك التوسع إقليميا ودوليا. يعني أنت تختلف مع عبد الله عبد القادر برؤيته أنه هناك ما في تشابه تقريبا أو لا يمكن أن يكون هناك تشابه؟ هو أصل الحركة هي كانت فعلا يعني نعم. نهج حركة الشباب هو أقرب لنهج تنظيم الدولة وشبكة الزرقاء والتي تستند إلى السيطرة المكانية وليس العمل الإقليمي والدولي. أعود إليك أستاذ عبد الله عبد القادر، يعني إلى أي مدى الأجهزة الاستخبارية التي تحدث عنها أستاذ حسن أبو هنية فيما يتعلق بوجودها بدولة الصومال كان لها دور، وهل هناك من خطر في حال حصل يعني تدخل؟ نحن نعرف أن هناك علاقة جيدة ما بين إسرائيل وأثيوبيا، وهناك زيارة بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مناطق عدة أفريقية، هل هناك من خطر لتعاون أمني إسرائيلي أثيوبي ممكن أن ينعكس في موضوع محاربة الإرهاب في منطقة أفريقيا وبالتالي الصومال تحديدا كمان؟ هذا الاحتمال وارد جدا، والإعلام الإفريقي أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي حينما زار، بعض الإعلام الإقليمي لم يرحب به كثيرا، إنما اعتبره رجلا محتلا يقتل الأطفال ثم يأتي إلينا يعلمنا كيف نحارب الإرهاب، كان نوع من الاستهزاء والسخرية. لكن الشيء المفروغ منه أنه إذا لم يكن للصومالي شأن، أو إذا لم يكن للصوماليين دعم في إقامة دولتهم واستمرار هذه الأوضاع، ونتنياهو حينما جاء قال في الدول الإقليمية كإثيوبيا وكينيا وكل دول وأوغندا أنه يساعدهم أمنيا في محاربة الإرهاب وأنه يواجه إرهابا، هذه ليست لصالح محاربة الإرهاب في المنطقة. المصلحة في مرحلة المصلحة والأسلوب الناجع في حل هذه الأزمة هو تمكين الصوماليين وتدريبهم وتقوية دولتهم، ليس فقط كما ذكر في التقرير أكثر من مرة مسألة محاربة الإرهاب فقط وقضايا أمنية. وكثير من الصوماليين يعتقدون أن يوما ما هذه القوات الأجنبية سترحل، وإذا طال بقاؤها فإن هذا قد يشكل خطرا، أن ظاهرة التطرف بأسماء أخرى أو بأسماء مثل تحرير البلد من الغزاة أو هذه الأشياء قد يكون لها شكل آخر في المستقبل إذا لم يتدارك. وأظن المجتمع الدولي نوعا ما يدرك هذا، فهناك حديث
كبير جدا وطويل عن إقامة جيش صومالي ودعم الأمن الصومالي، وربما في المستقبل القريب الاستغناء عن القوات الإفريقية، الاتحاد الإفريقي بقوة دولية أو تقوية الجيش الصومالي نفسه، وهي قضايا لم تحسم لأن أكثر من جهة لا تزال تتباطى عنه. لكن هذه الظاهرة التي هي ظاهرة الإرهاب أو التطرف، إذا شعر الناس وخاصة الصوماليون الرحل البدويون أصحاب الأنفة والعزة، إذا رأوا واعتقدوا أن الحل ليس قريبا وأنهم سيكونون تحت جهات أو قوات خارجية لفترات طويلة، قد يؤدي هذا إلى ظروف أخرى أسوأ لا نعرف مداها، وربما المجتمع الدولي والصوماليون ودول الإقليم نفسها والجوار والاتحاد الإفريقي قد يكون في جعبتهم أو في فكرهم شيئا ما للخروج من هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن يثبت أو أن يثبت الأمن الصومالي جندي أوغندي، هذا شبه مستحيل. ربما يساعد الدولة الصومالية، ربما مرحلة معينة يبعد الشباب من المراكز الرئيسية والمدن الرئيسية، لكن ليس حلا أخيرا. هذا الذي أراه. أنتقل إلى أستاذ محمود الشيخ في لندن، يعني يتكلم عن خطورة كبيرة ممكن أن تكون على الصومال في المرحلة المقبلة، يتكلم عنها أستاذ عبد الله، وبالتالي من هي الدول التي يمكن أن تساعد الصومال إذا كان هناك في تشكيك بأطماع إفريقية بداخل الصومال، وإذا كان في تشكيك بالدور الغربي بالصومال، من هي الدول التي يمكن أن تثق بها الصومال لمساعدتها ولدعمها في بناء قدراتها وسلطتها الداخلية؟ أظن أن هناك يعني عاملين مفقودين في المعادلة في الصومال، وهي غياب دور الصوماليين أنفسهم، لأنه مهما يعني مهما حاول المجتمع الدولي، مهما حاول دول الجوار، لا يمكن أن يكون هناك حل إذا لم ينبع من الإرادة الصومالية نفسها، وهذه الإرادة السياسية شبه مفقودة أو مفقودة تماما يعني على ساحة. أيضا العامل الآخر هو يعني غياب الدور العربي. كنت تتحدثين سيدتي عن خطورة يعني الشباب على باب المندب، وخطورة هذا يعني خطأ ما يشكله من خطر على الاستراتيجية العربية الأمنية، وكلنا يعني لسوء الحظ نعلم أن هناك لك استراتيجية عربية بالذات. دور مصر البلد العربي الرائد غائب جدا، كذلك يعني العراق مدمر، وسوريا يعني تدمر وتتفكك بصرنا. فالضعف والتفكك العربي بالدور هي ينعكس على الساحة الصومالية، لأنه تاريخيا لما يكون المشهد العام العربي متعافي يكون المشهد الصومالي والإفريقي عاما متعافيا أيضا. فليس هناك يعني حل سحري أو دول خاصة بالذات لديها يعني حلول يعني خارج عن يعني الطاقة البشرية لحل هذه المعضلة، لكن لابد من التركيز على نقط أساسية، وهي كما ذكر الأستاذ حسن وكما ذكر الأستاذ عبد الله وكما ذكرت أيضا، فكل دولة تتدخل في شأن الصومالي لها يعني مصالح ومطامع خاصة، لابد من الإحكام السيطرة الأخلاقية على هذه المطامع، ويعني محاولة أو التوفيق بين هذه المصالح، ولا أقول المطامع، وبين ما يحتاجه الصوماليين أنفسهم، لأن بروز دولة صومالية أو يعني كيانات سياسية صومالية لها القدرة على سيطرة على الموقف الداخلي في الصومال يمكن أن يعود بالفائدة وبالنفع
العام على منطقة يعني دول الجوار وعلى العالم أيضا. نعم. لذلك لابد يعني من 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 محاولة التوفيق بين المصالح الدولية وبين المصالح الصومالية. نعم. وما يمكن أن يؤدي إلى يعني تصحيح الموقف الصومالي وتعافيه سياسيا واقتصاديا حتى. نعم. يكون يعني بوسع المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الظاهرة. أستاذ حسن معنا نصف دقيقة تماما، كيف يمكن أن نتوافق بين ما قاله بفكرته وما هو الخطر الآن على الصومال؟ هل يمكن أن هذا الخطر يتراجع، خطر حركة الشباب وخطر الإرهاب في المرحلة القادمة؟ لا أعتقد أنه ما لم يتم فعلا إعادة بناء العملية السياسية بشكل صحيح وبناء مؤسسات سياسية وقانونية وعسكرية وأمنية بشكل واضح وصريح، فبالتأكيد أن التدخلات خارجية في النهاية ليست جمعيات خيرية، وبالتالي ستساهم في تعقيد المشهد، وبالتالي سنشهد كما تم سيطرة حركة شباب مجاهدين في 2006-2008 على مساحات واسعة تفوق أكثر من 80%، فبالتأكيد سننتظر عودة أخرى لحركة الشباب المجاهدين إذا لم يحدث هناك توافقات سياسية إقليمية ودولية، وقبل ذلك كما أشار الجميع توافقات صومالية خالصة. في الختام أشكر ضيوفي في الاستوديو، الأستاذ حسن أبو هنية الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية، ومن نيروبي الكاتب والباحث الصومالي عبد الله عبد القادر، ومن لندن الإعلامي والكاتب الصومالي محمود الشيخ دلمر. وأشكر متابعتكم برنامج جيران العرب، نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشة التلفزيون العربي، معي أنا نجاة شرف الدين، إلى اللقاء.